لا تتوقع من الناس الاستجابة للنصائح اللي انت ما بتعملش بيها، لأن المحتوى التافه مستحيل يكون ليه جمهور يسقف له. حمد الكباسي فنان إماراتي، أقدر أقول نجم مشهور؟ لا، أنا أي واحد يسألني أقول له أنا بعدني كومبارس، لأن الفنان الإماراتي أو كأي فنان حلو أن يكون متواضع. إحنا دائما نقول الفنان ملوش علاقة بالتواضع. يعني أنا لو سألت عادل إمام هيقول لي أنا أهم واحد في العالم، بس لو دقيت لي تليفون احتمال يقول لك أنا مشغول، كلم المدير أعمالي. فقدام الناس صورة، وبعدين جوه صورة تانية. لا يعني أنا دلوقتي بعمل معاك انترفيو تلفزيوني، بسألك أنت نجم مشهور؟ أنا مقتنع أني أنا نجم، ولكن هل الناس الثانية مقتنعة؟ طبعا حمد الكباسي ممثل إماراتي، الحمد لله تكرمت الأردن، عملت 3 أعمال بدوية، استغلت فيلم سينمائي كان بطولتي أمنية عمري، سويت عمل تركي عربي 50 نجم عربي بتركيا، عملت 7 أعمال كويتية، استغلت مشاركات بمسلسلات إماراتية 4، وهالسنة أعطوني بطولة. طبعا كل الشكر والتقدير تلفزيون بضب لأنه أعطاني هالثقة. طب أنت بتصنف نفسك كفنان إيه؟ فنان عربي دولي خليجي إماراتي. لا ما فهمتش قصدي، يعني بتمثل كوميديا، أكشن، تراجيدي، أي نوع من التمثيل؟ مثلت كل حاجة، مثلت كوميدي، مثلت جدي، حبيب، رجل شرير. حتى بالفيلم لما نعرض الفيلم قالوا لي أنت بينتنا أنك أنت شخصية حقيرة، وفي فيلم طلعت ضابط قال لك أنت شخصية حقيرة؟ لأن أنا كنت طاغي، طغيت على أبوي، وما كان فيني أي صفة من أني أنا أحافظ على بر الوالدين. شافوا قلوب بيضاء قالوا لك أنت شوية طالع بتتدلع؟ لا بالعكس، يعني أنا الشخصية الوحيدة قالوا في رجولي. أنا بزعل منك إذا ما أكلتنيش وعملتي لي المشهد ده، مش كان شوية طالع دلع؟ يعني نزل شوية؟ لا طالع دلع. لا مش دلع، أنا بينت أنا كيف أحافظ على أمي وزوجتي، وهذا صح دبلوماسية أني كيف أساير أمي وزوجتي. يعني ما أسوي رضا زوجتي على أساس أمي، ولا العكس صحيح. حمد أنت من الفنانين اللي بتطبق اللي بتقوله قدام التلفزيون أو الكاميرا؟ طبعا. في حياتك الشخصية؟ أنا محترم مراتي قوي وأمي قوي قوي، عشان كده اتجوزت عليها؟ طبعا أنا متجوز 4 عشان يكون لك علم، وباقي على ذمتي واحدة. نفسك تضحك؟ لا يعني أنا لو هضحك هضحك على حاجة تانية. بس خلينا نرجع لموضوع الفن، مين الفنانة اللي أنت بتعمل معها دويتو شايف أنه أنتوا الاثنين كابل ممتاز قدام الكاميرا؟ الفنانة العراقية مش قمر، نفس شخصيتي، مرحة، طيبة من الداخل ومن الخارج. مروة محمد؟ بالعكس اشتغلت وياها، تشرفت اشتغلت وياها، بس كل إنسان عنده شخصية معينة يحب يشتغل وياها. مروة فنانة سعودية كل شكلها، ولكن يعني كحمد، شخصية حمد، كاركتر حمد، كوميديان حمد، ميز قمر. كلتك مروة في المسلسل؟ حتى لو كلتني ما أنا كلتها كمان، يعني كانت باينة بتلمع أكتر منك. وحتى لو لمعت المشكلة سعودي وإماراتي واحد. ما عندكش مشاكل انت؟ ما عندي مشكلة. طب ليه بتشتكي بقى من الفنانين الموجودين دلوقتي؟ لا احنا نتكلم بالوسط بالترشيح الفني، لما واحد يرشح بني آدم أو فنان أو whatever أي شخصية في مسلسل، تلاقي قدامي بوجه ولكن وراي بوجه ثاني، فاحنا لازم نكون متسامحين مع بعض، متحابين مع بعض، بس ما نطلع لنا إبداعياتنا وبالبرامج احنا لازم نكون كذا كذا كذا، ولكن في الحقيقة احنا شخصيات. لازم تكونوا ايه في البرامج؟ ما كلهم في البرامج بيدوكوا ابداعات، واحنا كذا، واحنا لازم نعمل كذا، ولكن في الحقيقة هم العكس. حتى شخصيات الكبيرة طبعا في التمثيل. زي مين؟ مش عايز نقول اسامي يعني. لا انت فاهمة وشايفة. انت كل يوم انا لو هتقولي شخصيات كبيرة من الممثلين في الامارات هقول الدكتور حبيب غلوم. بالعكس الدكتور حبيب غلوم أكثر من دعاية سانسر، يطلع في التلفزيون كل يوم بالبرامج بكل مكان تلاقيه متواضع. بالعكس ما في يوم دقوا له التليفون وقالوا له تعال في إيفنت،
في حفل ما كان موجود. عشان كده دفعت عنه؟ هو محتاج انك انت تدافع عنه؟ لا لا، منو حمد عشان يدافع عنه؟ انت طلعت دافعت عنه. لا، وقلت اللي مش عاجبه يحلق راسه. طبعا كنت تقصد اي واحد مش عاجبه حامد الكوبيسي؟ لا، حبيب غلوم. حبيب غلوم؟ انت طلعت. لو اتكلم اصلا دكتور حبيب عارفني، اي كلمه عايز اقولها اقولها قدامه. يعني يمكن نقول بتسيره عشان ايه؟ شغلني معاه يعني مثلا؟ ممكن. ما اشتغلتش اصلا ثلاث مشاركات وكلها حلقه واحده. لو عايز اسيره كنت اخدت دور اساسي، بس عمري ما دقيت لمنتج وقلت له ازيك يا فندم انا عايز اشتغل معك. لا لا، مش من طبيعي، مش محتاج الحمد لله. يعني الله يحفظ شيوخنا، انا الحمد لله عندي اللي مكفيني. لو مثلت مثلت، ما مثلت اصلا يعني ما. اما ليه بيقولوا انه حمد بيطبل للفنانين الكبار عشان يشغلوا معاهم؟ خلاص، شوفي لي واحد طبلت له وشغلني معاه. فاشل في التطبيل؟ مستحيل. لو كنت فاشل كنت فشلت في حياتي الجوزيه. الجوزيه في المصريه ولا الزوجيه؟ الزوجيه. بس لازم خليك تضحكي. هو انت خريج ايه يا حمد؟ انا اداره اعمال وحقوق. مش تمثيل؟ لا. طب ليه بتقول ان كل الفنانين طبعًا مش خارجين تمثيل؟ طبعا. طب ما انت واحد منهم. عادي، هواي هواي. اخد منك ايه؟ من داخلي انا مش مرتاح. ليه؟ من داخلي انا مش مرتاح، ولكن اني احاول اسعد الناس. يعني انا في السناب لما اطلع بالسوشيال ميديا يقول لك حمد الكبيسي مرتاح ويضحك ويضحك الناس اللي حوله، واسعد واحد في الدنيا. ايوه، والناس مغروره بحمد انه هو سعيد، ولكن انا من داخلي مش سعيد، بس افرح لما يسعد غيري. طب وايه اللي مخليك مش سعيد؟ دائما اللي يضحك مش سعيد، هو معروف هذا. معك فلوس؟ الحمد لله. مكفياك؟ مكفياني ومزوداني كمان. غني يعني؟ غني عن التعريف. بيقولوا انه حمد في اي ايفنت بتلاقوه موجود. هذا يدل على تواضعي. معزوم او مش معزوم بتروح؟ هي الدعوه اللي تخليني برستيج. المهم ان انا راضي عن نفسي. طب افرض غير مرحب بيك؟ اكيد حاضر. الحمد لله والشكر. بتتعامل ازاي مع الناس اللي بيكرهوك؟ اسلم عليهم وابوسهم، واخر حاجه اديله نغزه كده بقول له شكرا على المسج وصلني. نغزاتك كتير؟ لازم. ليه؟ لازم تدي الواحد على قفاه. اوف. طبعا. فنان اماراتي يقول كده؟ طبعا، احنا تعلمنا من المصريين نضحك مع كل الناس، ولكن كل واحد لما عايز يحفر لي اتغدى فيه قبل ما يتعشى فيه. انا مش بهاجمك. لا ولا تهاجم، حتى لو هاجمتني انا عارف ازاي ارد عليك. ايه رايك انا بتكلم مصري؟ لا لا، ممتاز. طب انت ليه بتتكلم لهجات كتير يا حمد؟ حلو الفنان يكون مبدع بلهجاته، ممكن يعني تخليش تبتسمين للدنيا. يعني مثلا اروح للاردن اتكلم اردني، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ شو عامل؟ الشعب الاردني لما يشوف اماراتي يتكلم اردني او فلسطيني تزيد محبته. بيفكروك فلسطيني؟ عادي، حتى لو قالوا لي انت فلسطيني اتشرف، حتى لو قالوا لي انت مصري اتشرف. شوفي الفلسطيني والمصري، احنا كلنا دولة اسلامية عربية. اخبارك ايه مع الاكل؟ بتعرف تطبخ ولا بتعرف بس تاكل؟ لا الحمد لله، اطبخ واكل. اكيد يعني بتحب الاكل؟ قبل ما اعمل قص، وقبل ما اعمل نحت، وقبل ما أوف أوف طبعا أوف. كل حاجة صريح، عملت انت كل حاجة. حاجة اي حاجة بتخليني ملك الابتسامة والرجولة والحلاوة اعملها. لحظة، هي الرجولة بالقص والحلاوة؟ طبعا، لو انا زي البقرة كده مين حيشغلني؟ طب بس ملهاش علاقة بالرجولة. انت دلوقتي لو شكلك عفش هيجيبوكي مذيعة؟ لا بس لو مثقفة هيجيبوني. لازم تعملي فونديشن ومونديشن. لو مثقفة هيجيبوني. والله لو عندك صنص حمود. لو مذاكرة هيجيبوني. وحياة أمي. لو شاطرة وبعرف أتكلم هيجيبوني. ولا يجيبوك. بس لو يعني زي ما بيقولوا عليك بضحك بس. أكيد مش هيجيبوني. طب مركبة أسنان ليه؟ ليه بتهاجمني يا حمد؟ أنا معاك. وأنا بهاجمك، أنا بقول إن الإنسان يهتم في نفسه. أنا هطلع فاصل عشان أديك رقم الدكتور. فاصل وبنرجع تاني. طب ايه رايك في حال الفن في الخليج؟ ما احب انزل مقيم. خسرك ناس في النهايه؟ هي ممثله. انت مادي؟ ممكن طارق العلي. حمد، ايه مشاكلك مع حسن داود؟ حسن داود ما عندي مشاكل، بالعكس هو اللي اعطاني البطوله في المسلسل. بس احبه. ما عندكش مشاكل معه خالص؟ هو اسايره وتسايره. هو اللي اعطاني الفرصه.
يمكن عايز حاجة تانية؟ أكيد. أنت بتتابع مين من الفنانين؟ من أي جنسية؟ من أي جنسية؟ أنا كنت من عشاق المرحوم ياسر المصري الله يرحمه، وأحب أتابع العادل إمام محمد رمضان. من الإمارات أتابع طبعا حبيب غلوم اللي أنت بتقولي عليه، يعني أنا بهاجمه ولا ما بهاجمش حبيب؟ لا أنا قلت أنك بتدافع عنه. أدافع عنه، ممكن أضبط علاقتي معه كده، يمكن يديني بطولة ولا حاجة. يعني ده غرضك من الدفاع؟ حلو الواحد يرفع شوي وينزل شوي. ليه بتتبع دايما أسلوب الهجوم عشان تدافع عن نفسك؟ يعني حتى لو الشخص اللي قدامك مش قصده ان هو يهاجمك، انت دايما بتبقى المبادر بالهجوم. حتى ناس كتير بيقولوا احنا مش عايزين نشوف حمد بيكسف. يعني يكسف زي فشل يعني؟ يعني لا، يعني تيجي مثلا ممكن تقول كلمة مش في موضعها، هزارك كتير، تعرفش تسيطر، صعب دفش. طيب الموضوع هذا دفش، مرات يكون لا إراديا اني انا دفش، بس تعرفش تعمل كنترول، يعني أدي الكلمة وأنسى اللي قلته. طب ده أثر عليك في حياتك الشخصية؟ مرات. خسرك ناس؟ تقريبا. إيه اللي حصل؟ طب احكي لي. يعني في ناس زعلت مني. مين زعل منك وتقول له النهاردة ما كانش قصدي؟ لازم أقول. أنت جريء. ممكن طارق العلي؟ زعل منك ليه؟ مع إنه هو فكاهي يعني، بس يمكن قلت له يمكن كلمة زعلت. قلت له إيه؟ يعني هاجمته مرة بأسلوب. أيوة يعني عملت إيه يعني حكي لي. يعني تقريبا سخيف. هجمته بأسلوب سخيف؟ تحس نفسك سخيف؟ مرات. في فرق ما بين الكوميديا والسخافة، تعرف الموضوع ده إن هي شعرة، إزاي تحكم فيها الفنان؟ لازم يكون عصبي. أنا عصبي. قاعد جنبي عمال تعمل برجليك، تهز برجليك. وترتك أنا؟ طيب حقك عليا اذا وترتك. لا مش حزعل. طيب قول لي ايه اكتر صفه انت بتحبها في الست؟ الدلع، الاهتمام بالنفس، الانوثه. بتروح كل الايفنتات معاك 2 3 4 مش اقل من كده؟ لا 6 7 6 7 كمان بتوصل؟ ليه يعني صداقاتك اكتر بالستات من الرجاله؟ صداقاتي النسائيه اكثر من الرجاله. ليه؟ هذا يعني معروف، ترى يعني تلاقي الست عندها أصدقاء شباب أكثر من. طب ما بيني وما بينك كده، بتاع حنين نسوانجي؟ نسوانجي. طب الراجل نسوانجي الست تتعامل معاه إزاي؟ بالدبلوماسية. لازم تقبل يعني؟ أحيانا أنت مثلا واحدة تقبل أن تتزوج، أو أنت مثلا زوجك تقبل أن أنت إعلامية ويتزوج. ليش؟ قبل ما انا اكون اعلاميه؟ لا. سيبك مني انا، خلينا فيك. اوكي انا الحين مثلا ما تتزوجني وحده وتقبل ان تتزوج فنان، الفنان مش امام مسجد. يعني مراتك دلوقتي مش تزعل لما انت طلعت وقلت انا سوانجي؟ ما هي قاعده تشوف الاسلام. بس حلو اني اكون صريح. بس دي مش صراحه. بالعكس انا اعتبرها صراحه. انا مش امام مسجد، مش شرط اني اكون سوانجي يعني انا قليل ادب، لا. بس يعني متابعيني اللي حولي اكثر من سوانجي. بيحبوا كده، بيحبوا يشوفوك وانت مع الستات. دائما الرجل يغار من الرجل والمراه تغار من المراه، فتلاقي متابعين المراه الرجال والرجال النساء. الممثلين الاماراتيين ما بيضحكوش؟ بالعكس. طب ليه طلعت انت اشاعه قلت كده انه بيقولوا علينا ما بنضحكش واحنا بنهزر وبنضحك؟ هم ماخذين الاماراتي ان رسمي زياده اللزوم، بس بالعكس الاماراتي ملك الابتسامه. دائما اي مكان باي بلد تلاقيه يضحك يسولف يتحرش بيه الناس. يتحرش بالناس يعني تلاقيه يعني عايز يتكلم مع الناس. طب ايه رايك في حال الفن في الخليج؟ تعبان عيان. احنا دائما ندعم الغريب ما ندعم الامارات. تلاحظين مسلسلاتنا نلبسهم شيء لعبايه ونقول هذا الفنانة الاماراتيه، ولكن هي مش اماراتيه، فليش ما ندعم الفنانين الاماراتيين؟ مش غلط ان مثلا الفنان النجم الكبير الاماراتي يجيب فنان صغير اماراتي ويعطيه فرصه. خلاص متعودين انه لازم يكون شخصيه فلان فلان فلان، احزاب مجموعات، احنا لازم هذا الجروب لفلان وهذا الجروب لفلان وهذا الجروب لفلان. مين بيعمل كده؟ كلهم. اول حبيب غلوم عنده جروب، الجسمي عنده جروب. اوف. انا لو منتج عندي جروب. طب ليه ما بيجيبوش حمد الكبيس؟ يمكن لأنه ما يدق لهم لو سمحتوا كذا وفكرهم صباح الخير مساء. ده انت ملك صباح الخير ومساء الخير والابتسامات والعزومات.
أنا ملك ولكن كمنتج صعب، ما أحب أنزل موقعتي. حمد أنت كفنان وممثل إماراتي في بعض الأحيان ممكن تتحول لبلوجر وتروح تعمل إعلانات بس عشان خاطر الفلوس؟ مش عيب، مش عيب أكون مادي. أنت مادي كشغل؟ آه مادي. كإنسان؟ مش مادي. مش مادي أبداً. اللقمة اللي بقية دي غير. حنين يعني؟ أنا أشوف نفسي حنين بس يمكن الناس تشوفني شايف نفسي. حمد إيه رأيك في الانفتاح اللي بقت فيه الفنانات دلوقت؟ بزوم الشغل أي واحدة ما بتنفتحش وتصبط نفسها وتحلو ما حدش حاجبها. أوف بقى بالشكل ما بقاش دلوقتي بالموهبة؟ طبعاً الشكل أهم، كل فنانة إذا ما تكون شكلها جميل ما حد يجيبها ما حد يشغلها. على مستوى كل مستوى المجالات؟ الوطن العربي كله. لا مش شرط، احنا عندنا في مصر أدوار بسيطة كتير. أدوار بسيطة، ماما، نانا، جدة، أوكي، بس حبيبة البطل مستحيل، حتى لو عادل إمام. لو مش واحدة مزة عمره ما يفكر فيها أصلا. طب وانت؟ حتى أنا ما بالإمارات المنتج هو اللي يختار الشخصيات، بس لو جابوا مزة أكيد هتنبسط. هنبسط بقى وتعرفي ليه دايما بتبين انك انت كتير نسوانجي او علاقاتك النسائيه كتير مع ان ده غلط عشانك؟ لان هجوم الناس يقول حمد نسوانجي، اصور بالسناب يقول حمد نسوانجي، وبالنهايه الناس اللي يتابعوني قاعد يتكاثرون، فما عندي مشكله ما تهاجمني انت. لان اذا واحد سبك في 10 يحبونك. يعني انت بتتبع اسلوب الناس تنقدك وتسبك عشان تزود الفولورز؟ شوفي عمري ما دخلت وسبيت نفس نظام الفنانات الثانيه سبيني وسبك عشان نزيد متابعينا. ولا يبقى بالاتفاق مع بعض؟ طبعا اكثريته ما اتفقت. اتفقت انت مع واحده قبل كده سبيني وسبك؟ انت شفتي فيديو اني اسب واحد يسبني بالسوشيال ميديا؟ لا. ولا اشتريت متابعين ولا سويت فانز. طب امال ايه اللي حصل مع مريم حسين؟ متى؟ علاقتك بمريم حسين بسالك عنها. مريم حسين مثلت وياها مسلسل خطوات الشيطان كانت حبيبتي. فالناس كيف انت تصور يا مريم حسين وكيف انت هذه قبلت انك تصور وياها؟ في النهايه هي ممثله ومش انا اللي اختارها، المنتج اللي اختارها. فمريم حسين ما اشوف يعني حالها حال اي فنانه. قلت لها انا مش عارف لك اصل. كيف؟ قلت لها انا مش عارف لك اصل. طبعا اعترف. اوف انت ما تعرفش. يعني مره تطلع تقول انا كويتيه، مره تقول انا اماراتيه. لحظه، انت ما تعرفش مريم حسين اصل؟ ممكن قلتها بفكاهة لأن كنا نصور فيديو أنا وياها. دلوقتي قلت لي طبعا. طبعا إيه، لأن كل يوم تتكلم بلهجة، فقلت لها مريم أنا عارفك أنت أصلك شو، بس الناس مش عارفة أنت مرة تقولين كويتية مرة تقولين إماراتية، حددي لي أنت من وين. إحنا هنطلع بريك عشان أنت تبطل هز رجلين ونرجع تاني نكمل. عشان ما توترش منك. بالظبط، بريك ونرجع تاني. تعرف إنه أنا ما صدقتكش. أنا مايل مثلاً. طلع نفسك إشاعة. أنت سد كل. أنا طلعت بخوف. بس عمري ما تهاجمت بس عشان مدي. ليه دايماً فاضح نفسك؟ مش فاضح، أنا صريح. حتى زوجتي لما تتابعني بالتلفزيون انت بتقول انا بفضح نفسي. صريح صريح، انا صريح. صوري يا ناس اللي انا قاعد وياهم. والستات؟ انا البارح حفل عيد الحب ويايبين مطربين وقاعد قدام الناس اصور. مش امام مسجد، ارجع واقول انا مش امام مسجد. تصرفاتك مع الستات في الحفلات بتبقى مبالغ فيها يا حمد. شو المبالغ فيها؟ عمري البوستي واحده قدامك بالسناب؟ لا، ماسكه اصور وياها اوكي. مسكه شرعيه. مسكة شرعية طبعا، زي ما عمل مع فاطمة. فاطمة مين؟ فاطمة الشمس اللي عملتي معها لقاء. صورنا وضحكنا وكل شيء، الناس هاجمتني وعاد بالنهاية البيبي الصغير. مع انك انت كمان هاجمت فاطمة. هاجمتها مرات تكون يعني تسوي حركات هبالة. يعني هي شخصية طيبة مرحة خلوقة، ولكن عندها شغلات تسويها تخلي الناس تهاجمها. هل هي عمدا تحب تسوي هالشيء؟ او مصطنعه، او ان مثلا حد ضحك عليها قاعده تسوي لازم تكونين كده. انت الملكه بشخصيتك مش بالتاج. مين فنانه اللي بتقول لها خلاص كفايه كده عليكي انت مش نافعه؟ فنانات القدام يعني ولا لا الا دلوقتي يعني طلعت كده هوجة وخلاص. ما في حد براسي ابدا ابدا والله. بس انا زعلان من كل وحده تطلع تقول لك انا ملكه.
مش يمكن انا اكون الملك والله ما ادري يعني، كل واحده بقت ملكه دلوقتي. تقصد الفنانه احلام؟ احلام وعندك مريم حسين وعندك فاطمه الشمسي، بس ما لبسوا تاج الا فاطمه الشمسي لبسها تاج. التانيين ما بيلبسوش تاجات؟ لا بس مسمى ملك. الملك دائما باخلاقه وقلبه وطنيته محبته للناس، هذه احلى وطنيه واحلى ملكيه. ليه ما بنشوفش كتير ليك انترفيوهات تلفزيونيه او اعلانات؟ سويت مش كتير يعني اعلانات، اذا اشوف هاتفه اسويها، مثلا يوم الخير والعطاء سويت. تعرف انه انا ما صدقتكش. ليش؟ متعود عليك دايما بتضحك ومبسوط وبتهزر مع ده وبتقول افيه. بس خايف منك. ايه؟ خايف منك. خايف مني؟ طبعا. انت خايف مني؟ طبعا. ليه؟ انا على الهواء مباشره الحين واساله، وانا خاف اني اقول كلمه تحرجيني بسؤال اروح في داهيه. انا طلعت بخوف. بس ما خليش تبتسمي. لازم خليش تبتسمي. عارف امتى هبتسم؟ لما افرح لك. ازاي؟ يعني الناس بتقول انه حال حمد مايل، ايه ردك على الموضوع؟ انا مايل من زمان. اوف وقابل؟ انت مغرور؟ مش مغرور، واثق من نفسي. في فرق بين غرور والثقه. انت لما تكوني واثقه من نفسك قابلين اي شخصيه تعامل ويا اي شخصيه، وانا نفس الشيء. اني اصعب يا حمد، انك تضحك الناس ولا تبكيهم؟ اضحكيهم. اصعب طبعا. ممكن تقولين نكته وما حد يضحك، وممكن تقولين نكته والعالم كله يضحك. بس مستحيل اقول الفاظ عشان الناس تضحك. طبعا. طب بس انت بتعمل كده. انت شفتيني اقول الفاظ؟ يعني شفت النكتة ليك النكته مالي اولي عليك حمودي غيرها ما اقول. لا شفت مره ليك سناب بتقول لواحد قاعدين بناكل في المطعم ده والبقره اللي معايا بياكل معايا. البقره؟ البقره يعني الجاموسه، الجاموسه يعني التخينه. مش جارح اللفظ. جارح بس اللي عارف حمد مستحيل يزعل منها. طالما انت ليك يعني علاقه بستات كتير، ليه ما عملتش الكابلز اللي هو دلوقتي مشهور على السوشيال ميديا، ان كل واحد يبقى معاه واحده يتجوزوا يتخطبوا واتيفر ويطلعوا يتشهوا سوا؟ لا لا انا احب زوجتي. طب ايه رايك في الظاهره دي؟ يعني ممكن الانسان يتزوج واحده عشان يعني انت تعطيني وانا اعطيك، هي ترفع له وهو يرفع له. تبادل. مين الكابلز انت بتتابعهم؟ حبيب غلوم وهيفا حسين. مين تاني من البلوجرز؟ فنانين مع بعض، هو منتج ممثل وهي ممثلة بارعة، فاثنينهم يرفعون بعض. لكن ما بتتابعش بلوجر عاديين؟ لا أنا على فكرة أنا أصور بس ما أتابع. خالص. مش مغرور ولكن مش بروفيشنال بالتكنولوجيا. يعني حتى بالإنستغرام لما أنزل فيديو ليش ما تحط هاشتاج؟ ما أعرف يعني مش شاطر بالإنجليزي وايد. مش شاطر بالانجليزي؟ لا. شاطر بكل اللهجات الا الانجليزي. شاطر بكل حاجه الا الانجليزي. حمد ده فنان بتقدر تقلد وما شاء الله تتكلم لهجات كتير، اعمل لي مشهد كده تمثيلي بكل اللهجات اللي انت بتعرف تتكلمها. هو انت جايه طبيعيه كده ولا ايه؟ موزه خلق ربنا كده يا زلمه. اول مره بشوف واحده يعني ما شاء الله عليك كوام قاعد قدامي إلا كده، أنت طبيعية كده جيت من ربي كده. أنا نفسي أقول لك حاجة، أنت بنت قشطة قوي وعليها طلاق بالثلاثة، أنت مزي. بقول لك شفت العيون سحرتني مش قادر أنام، كذاك النعشته وقلوبها ما قادر، لازم أشوف شيء جميل قدامي. طبعا لازم يكون مزادي ببرنامج سنتي، مستحيل أكون بوظت لك مزاجك صح؟ طبعا شوي لازم اعزل لي قهوه قهوتين ثلاثه كده عشان ارجع زيك زمان. طب حمد بتتعامل مع الاشاعات ازاي؟ تطلع نفسك اشاعه؟ ولا مره، وحتى لما تهاجم ادبر الحمد لله اشكني ما تهاجم. الحمد لله. ممكن اتهاجم من ورا ظهري بس عمري ما تهاجمت بالسوشيال ميديا. بس بتتكلم عن الناس انت ولا لا؟ لا انا صريح وقح. وقح؟ انت اي وقح، انت مش عاجباني اقول في وشك. طب انا عجبك؟ انت ست كل. ربنا يخليك يا رب. بامانه وانا جيت البرنامج عشان تسلم. طيب اسالك سؤال، البرنامج في دخان بلا نار؟ لا اللي يدق الباب يسمع الجواب. معنى كده ان كل اللي انا قلته اللي فات ده ممكن يكون حقيقه، حتى الاشاعات منها ممكن تكون حقيقه. جائز. متصالح انت مع نفسك خالص. راضي عن نفسي، حتى لو هاجمت نفسي انا راضي. زي ما قلت في البداية الفرق ما بين الكوميديا والوقاحة كبير
وشعرة ما بين انك تكون فكاهي وما بين انك انت تكون سخيف. حمد الكبيسي نورتني وشكرا جزيلا. شرف لي اني حضرت برنامجكم وان شاء الله بالتوفيق. الى اللقاء.